السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي المغاربه. في هذا الفيديو غنوريكم مجموعه من الشوارع في مدينه عين عوده واللي كتعتبر من اجمل شوارع المدينه واللي عاطيه واحد الرونق رائع جدا. وحنا في الطريق لازم ما ناكدوا لكم الاسم ديال المكان، حي النصر، هنا بالجنبات ديال المسجد ابو شهاب، حي النصر السيكتور 7. صراحه فضاءات مميزه، كنهضروا على مدينه عين عوده، كنهضروا على المساحات الخضراء، كنهضروا على ملاعب القرب، كنهضروا على فضاءات مميزه اللي ما كتوفرش عليها باقي المدن بالعماله. صوره جميله صراحه. والاكثر من هذا هو ملي كنقلبوا الجهه الاخرى فكنلقاو نفس الجمال، هي شارع النخيل. هذا الشارع هذا اللي كيتعتبر من اجمل الشوارع مدينه عين عوده، واللي كيتواجدوا فيه بنايات مهمه كدار المسنين، كمركز تصفيه الدم عين عوده اللي تفتتح مؤخرا. صراحه كيتعتبر مكسب للساكنه المحليه والساكنه المجاوره لمدينه عين عوده. فكما كتشوفوا شارع النخيل واحد الشارع اللي هو مميز صراحه، اكيد شوارع عملاقه، مرافق جديده قادمه في الطريق ان شاء الله. مازال الخير جاي لقدام، خليكم معنا باش نكتشفوا الجمال ديال الشوارع ديال مدينه عين عوده والمساحات الخضراء. كيف ما شفتوا معنا مازلنا في جولات متواصله بابرز شوارع مدينه عين عوده، وكيف ما كتشوفوا انه فيما مشينا كنلقاو فضاءات خضراء بكراسي، مناظر جميله وفضاءات خاصين بالوليدات كما كتوضح الصوره خلف هاد الاشجار هادو. فكنتمناو من الساكنه انهم يحافظوا على هذا المكسب هذا، نحافظوا على النظافه ديال الشوارع ديالنا، ما نرميوش الازبال في الشارع، نحطوها في الاماكن المخصصه باش نحافظوا على هذه الجماليه. صراحة مدينة عين العودة تمتاز بهذه المساحات الخضراء. إلا جينا نشوفوا كل حي في المدينة فكنلقاو فيه واحد الجردة اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف، الأمر اللي كيفتاخروا ليه مجموعة من المدن بعمالة صخيرة التمارة. خليكم معنا نشوفوا الشارع الموازي واللي كيدينا مباشرة للجماعة ديال عين عودة، نشوفوا الجمالية ونشوفوا الامور كيفاش دايره. المسجد ديال رياض الخير، وحنا في الاتجاه ديالنا لونيب جماعه عين عوده، شارع محمد السادس. فكنشوفوا واحد الجماليه في هاد الجنبات على طول الشارع، وكنشوفوا الاماكن المخصصه لرمي الازبال فرجاء رساله للمواطنين والمواطنات انهم يحافظوا على هذا المكسب هذا. نتمنوا من الله الخير، نتمنوا من الله التيسير، وما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله وليا في راسكم، ونتلاقاو في شي فيديو جديد مع موضوع جديد في مدينه عين عوده. مدينه عين عوده غادي تقول الكلمه ديالها. إن شاء الله في راسكم، والسلام عليكم.